أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء احتمال انهيار المستشفيات في جنوب قطاع غزة مع احتدام القتال حول مدينة خان يونس وسط فرار كثير من أفراد الأطقم الطبية والمرضى للنجاة بأرواحهم. قال تشون كيسي منسق فرق الطوارئ الطبية لمنظمة الصحة العالمية في غزة لمؤتمر صحفي في جنيف عبر رابط فيديو، قال إن المنظمة تشهد انهيار المنظومة الصحية بوتيرة سريعة للغاية، مشيرا إلى أن ما يقدر بنحو 600 مريض فروا من إحدى المنشآت. I'm in Al-Aqsa Hospital in the middle area of Gaza, the middle part of the Gaza Strip, in the emergency department where they're treating